هاد الوقفة هادي كتجي مناسبة ذكرى 12 تخليد حركة ديال انطلاق حركة 20 فبراير، للأسف ما حققته 20 فبراير، تم تراجع عليه بواحد الشكل والتفاف عليه بواحد الشكل مخيف. نعيش اليوم تراجعات خطيرة على مستوى الحقوق، خاصة على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. حركة 20 فبراير فعلت شعار ديال محاربة الفساد والاستبداد. الفساد تغول بشكل كبير، ليست هناك متابعات قضائية ولا محاكمات لناهبي المال العام، وهناك تمطيط في بعض الملفات، هناك استمرار ديال اختلاس المال العام، هناك تهريب ديال العملة الصعبة إلى الخارج، هناك تلاعب في الصفقات العمومية وفي المشاريع الكبرى، من ضمنها مثلا مراكش حاضرة متجددة، من ضمن واحد العديد ديال المشاريع كيف كانت مثلا كنعرفوا كاملين. النقطة الثانية هو أن الاستبداد للأسف مستمر من خلال تضييق على الحريات بشكل عام، الحريات العامة، قمع المظاهرات، منع ديال الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي، اعتقال الصحفيين ومتابعتهم، اعتقال المدونين، بل أكثر من هذا اعتقال ومتابعة أساتذة الحالية اللي كاينة تقريبا شي 85 ديال الأساتذة المفروض عليهم التعاقد كيمروا أمام المحاكم. كاين المدونين اللي كيدير غير تدوينة، كاين نشطاء ديال المواقع الاجتماعية، إذن كاين. إن نحن من الكرامة في الوقت اللي كتعرف المعيشة واحد المستوى غير مسبوق من الغلاء، ما يمكنش ليه يتبرر، غيتبرر ليه بالتساقط، يتبرر بشيء واحد، وفشل ديال السياسات العمومية، فشل ديال المخطط الأخضر اللي تخربط عليه الملايير، ومعاكسة التوجهات العامة ديال المغاربة، لأنه السوق هذا نحو التصدير، نحو الفلاحة التصديرية، ومخلين السوق الداخلية، وحنا كنعرفوا بالتصدير ما يمكنش يكون إلا ما كانش الاكتفاء الذاتي. واش حنا عباد الله كنقولوا دوله فلاحيه وكنوفروا يلا 4% من الزيوت ديال المائده، واش حنا كنستوردوا 60 حتى 70% من الحبوب من الخارج؟ واش حنا غنبقاو راهين وكنقولوا دوله فلاحيه؟ واش غنبقاو حنا راهينين كنصيفطوا غير راهينين في القوت اليومي ديالنا للخارج؟ هذا راه فيه تهديد للامن الغذائي، كاين تهديد للامن الطاقي بشكل فضاضح. الشركات ديال المحروقات نجنات الان 43 مليار ديال الدرهم، والرسامير لا زالت مغلقه في الوقت اللي كنطالبوا بتسقيف الاسعار. هذه الحمله اللي كيديروا ديال مراقبه الاسعار، ويبداو من الشركات الكبرى، يبداو من الشركات ديال المحروقات، يبداو من المحتكرين، من اصحاب الضيعات والفلاحين الكبار الى غير ذلك، يبداو من المصدرين. ماشي يبدا لي بواحد عنده حانوت ولا عنده كيبيع شويه بالجمله، نو، يجب الذهاب الى لاسورس. البدء باين، المعالجه ديالو راه باينه. هذا ثم انه كنقولوا العاد كيقولوا ما يسمى بالحمايه الاجتماعيه، للاسف انا غنقولها نتحمل فيها مسؤوليتي، راه ما يتحسن من هذا الشيء اللي دايرين دابا بجميع المقاييس، بالمعاينه وبالمتابعه. ما كاين لا امو لا تغطيه صحيه لا حتى حاجه. كاين دابا الناس ما عارفاش، كاين اللي كيقول اجي تخلص ما باغيش يخلص وكيرفض يخلص وما عندوش باش يخلص بنيه على معطيات خاطئه. كاين واحد على الاقل كان كتستافد واحد 8 الملايين، الان كاين واحد 4 الملايين ولا اقل من 4 الملايين ما تبقى كيطلبوا ما قادش يخلص. ذكرى 20 فبراير التي رفعت شعارات اسقاط الاستبداد والفساد، لا زالت لهذه الشعارات رهينيتها، اذ ان الفساد استفحل في مختلف المرافق العموميه وفي مختلف المؤسسات، والمغرب احتل المرتبه 94 على الصعيد العالمي على مستوى مؤشرات ادراك الفساد، واستمر الريع واستمر الافلات من العقاب. وهذه الحكومه رغم رفعها لشعار الدوله الاجتماعيه، الا ان هذا الشعار هو مجرد شعار للاستهلاك، اذ ان الواقع يكذب هذا الشعار مع ارتفاع الاسعار وتدهور القدره الشرائيه للمواطنين، ووجود مناطق معزوله في المغرب تعاني الفقر والهشاشه والاقصاء، واخرها مناطق باقليم ورزازات المحاصرة بالثلوج، والتي لا تملك الحكومة أمام هذه المناطق إلا أن تتفرج على هذه الوضعية. أضف إلى ذلك أن سياسة الإفلات من العقاب لا زالت مستمرة، وأن هذه الحكومة غارقة في تضارب المصالح،
مع استمرار زواج السلطة بالمال وغياب ديمقراطية حقيقية واستمرار الإفلات من العقاب وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما أن هذه الحكومة سحبت مشروع قانون الجنائي الذي يضمن تجريم الإطراء غير المشروع، وأيضا أقبرت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتخلت عن التزامات المغرب على هذا المستوى، التزامات المغرب الدولية على مستوى تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد وفرض احترام القانون. والنضال الصبر والحقوق ستعود. والنضال الصبر والحقوق.